في عالم أصبح ملؤه المفارقات والتناقضات، كشف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكاذيب الاحتلال التي لا طالما روج لها قادته على مدار عقود من الزمان. ديمقراطية إسرائيل واحترامها للحقوق والحريات، لكن مشاهد تعامل تل أبيب مع المتظاهرين في القدس وتل أبيب، سواء أكانت اعتراضاً على ما عرف بقانونية المعقولية أو تظاهرات أهالي المحتجزين في غزة، كلاهما كان كاشفاً لهذه الأكاذيب. عمليات قمع واعتقال مارستها حكومة الحرب الإسرائيلية ضد متظاهرين إسرائيليين على مدار الأشهر الماضية بعد خروج عشرات الآلاف منهم في القدس وتل أبيب في تظاهرات تطالب نتنياهو وحكومته بسرعة التوصل لإجراء صفقة من أجل الإفراج عن ذويهم المحتجزين في قطاع غزة، وهو دليل واضح على كذب الرواية الإسرائيلية باحترامها حقوق مواطنيها وآراءهم. القمع الذي تمارسه سلطة الاحتلال تجاه متظاهريها الذين طالبوا بعودة ذويهم دليل جديد كشف كذب الرواية الإسرائيلية التي طالما تتغنى بأنها تحترم حقوق شعبها وتحافظ على أمنه، إلا أن واقع الأمر كشف الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال الذي كانت غزة شاهدة عليه. عدوان غزة كان كاشفاً وظهرت نوايا حكومة الحرب جهاراً نهاراً، ليس تجاه الفلسطينيين فقط بل تجاه مواطنيها، وكان مشهداً حرك الخارج سواء على مستوى دوائره السياسية أو حتى الشارع، حتى وإن كانوا من أقرب الداعمين.